بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. يقول تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الشعائر معروفة، شعائر الإسلام: الصوم والصيام والصلاة وذكر الله والقرآن وقدس الأقداس رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم الله الجليل العظيم. لا ينبغي الإنسان أن يضع هذه المقدسات موضع الاستهزاء. شعائر الله، حرمات الله، أعراضنا، ديننا. فالقلوب التي ترتجف خوفا من الله تبتعد عن حدود الله. ألا إن لله حدودا، ألا إن حمى الله محارمه. الأرض المحمية التي يغار الله عليهم فوق 7 سماوات أن يقتربها الإنسان، وهو حرمات الله. ومن أعظم الحرمات، بل الحرمة التي لم يتوعد الله فاعلها بالحرب، بشن الحرب، إلا الربا. فعجيب أن يتجرأ الناس وعياذا بالله أن يفتوا للناس بجواز شراء الأضحية، وهي من شعائر الإسلام، أن تشترى بالربا، وأن تكون هنالك فتوى من العلماء. ففي هذا تجريء للناس على اقتحام عياذا بالله مسألة الربا وحمى الله. والربا فيه أحاديث، وفيه عياذا بالله الآية التي يهتز لها عرش الرحمن: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نثيم. كفار نثيم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فتلك الفتوى في السنة الماضية التي صدرت من بعض إن شاء الله تبارك وتعالى الذي تعرفونه في الساحة العلمية، وقد أفتوا بجواز الاقتراض من الربا لشراء الأضحية. فعلا حينما يرى المبررات لا تصمد أبدا أمام والعياذ بالله المفسدة الكبرى، وهي مسألة الربا. احنا عندنا القاعدة تقول: لا يجوز أن يلجأ الإنسان إلى مفسدة كبيرة إلا إذا كان القصد منها دفع مفسدة أكبر منها. والربا مفسدة كبيرة، كبيرة جدا جدا والعياذ بالله. فحينما أفتوا هؤلاء بجواز الاقتضاء من البنك لشراء ذلك، وكان يقولوا من هذا الأعذار إن شاء الله، المبررات: هذه مسألة اجتماعية، وهذه العادة، والضغط نتاع إن شاء الله تبارك وتعالى هذه العادة، والإنسان يبغي أن يدخل السرور على أولاده. كل هذا يصمد أمامه والعياذ بالله التجرؤ على مسألة الربا. أين تربية هذه الأمة لكي ترتقي إلى مستوى تعظيم حرمات الله وشعائر الله؟ فإننا بذلك نمهد الطريق ونيسر لهم أن يستسهلوا قضية اللجوء إلى الربا. قال عليه الصلاة والسلام: أيما قرية المعنى ظهر فيها الربا والزنا أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك هذا الذي جرأ عياذا بالله على أن يقوم البعض الإشهار لمسألة الاقتراض بالربا من أجل شراء كبش العيد، لأن ولينا نشهر لها بانويات وتشجيع ودي وخلص باللاتي. يعني تشتري الكبش الآن 3000 درهم وتسلف 4000 درهم وتبقى العام كامل وأنت تؤدي، فإن عجزت فأنتم تعرفون النتائج والعياذ بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالإشهار للربا، كل من يساهم في الإشهار للربا كيف بكت وظيفته، فإنما يقوم والعياذ بالله بالإشهار لذنب توعد الله فاعله بشد الحرب عليه. يا الله،
أين تعظيم حرمات الله؟ ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ثانيا، أين تعظيم شعائر الله؟ هذه الشعيرة، شعيرة النسك والذبح، الأضحية، هذه سنة مؤكدة على القادر عليها. أما الذي لا يقدر عليه فقد ضحى رسول الله بكبشين أقرنين يملحين، وقال في الثاني: هذا عني، هذا عن فقراء أمتي من لم يضحي منهم إلى يوم القيامة. فلماذا تحمل نفسك ما لم يحملك الله والأجر ثابت لك؟ لماذا تضطرهم وتدفعهم عياذا بالله وتعينهم وتشهر وتقوم بالدعاية لمسألة تجريء الناس على اللجوء للبنوك من أجل والعياذ اقتراض بالربا من أجل مسألة ما فرضها الله على المسلمين؟ العجيب أن الإنسان لا يصلي حتى ولا يؤدي حتى الفرائض، وحينما يأتي إلى مسألة الكبش، حينما يرى هؤلاء يجرئونه ويشجعونه، يستسهل قضية اللجوء إلى البنك للاقتراض بالربا من أجل الأضحية. سنة مؤكدة غير مطالب بها الفقير، يلتجئ فيها إلى كبيرة من أكبر الكبائر التي لم يتوعد الله فاعل كبيرة إلا من فعل كبيرة اقتراض بالربا. أنا ما فهمتش، أنا والله ما فهمت. راه شي واحد كان يقول لك أنت راه عندك وأنت كذا وراك تقدر تشري وكذا وكذا، هذا كلام لا يستقيم. احنا كنتكلموا على شرع ربي، هتكلموا على شرع ربي. واحد كيقول لك ايوا الاولاد وخصني نفرح الاولاد، تفرح الاولاد بامر والعياذ بالله يغضب ربك ورب الاولاد ورب الكون كله. انت اب وانت والد، عليك باذن الله ان تربي اولادك على العفه، على طاعه الله، على تعظيم حرمات الله. هذا امر غريب جدا. لقيني أحدهم وقال لي: هل يجوز لي إذن أن أقترض من إنسان قرض حسن هو يصبر علي وأنا أستطيع أن أؤدي ذلك مع توالي الأيام؟ يا أخوي القرض الحسن ما هدرناش عليه. إذا كنت بإذن الله قادر على تأدية وقضاء دينك في الأيام الموالية، ووجدت إنسانا مسلما يقرضك بطيب خاطر ويوسع عليك وينفس عليك في الأجل، وأنت بإذن الله تريد أن تدخل السرور على أولادك، هالحالة عندما نقول ومع ذلك نقول: ما حملك الله أن تقترض حتى ولو القرض الحسن لمسألة ليست مفروضة، ليست مفروضة، ولكن دخلناها الآن تفرح وليداتك وكذا وكذا. ثالثا، أنا أقول لكم المجتمع المغربي مجتمع فيه التكافل، وفيه الموسرون الطيبون، وفيهم جماعات من الشباب في الأحياء يتعاونون ويتساندون فيشترون إن شاء الله تبارك للضعفاء، ومن لم يستطيع الشراء له فإنهم اليوم الثاني في العيد يجمعون في الجمعيات بإذن الله تبارك اللحم، ويوزعون اللحم إن كان المقصود هو اللحم فقط. فلماذا عياذا بالله التجر على قضية الربا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا وجب البلاغ به اليوم قبل الغد، فإنني أعرف بعض من التجأ إلى الربا من أجل شراء الكبش لم يفرح بكبشه، ولا زال يعاني ثقل الدين من كبش أكله سنوات. فاتقوا الله في أمة رسول الله. إن كان الإنسان لا يستطيع أن يتكافل مع الناس وأن يدعو الناس إلى التكافل، فلا أقل أن يسكت أفضل من أن يجرئ الناس على الربا في مثل هذه الشعائر. والله تعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.